معنا من القاهرة الاستشارية التربوية الاجتماعية الدكتورة أميرة الفيشاوي. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخير دكتورة أميرة، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتورة. ربما الآن نحن نعيش في وقت صعب يمر به العالم، الكثير من الأطفال يريدون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي أثناء ممارسة كرة القدم، الرياضة مع الأصدقاء، والآن يتوجب من ضمن الإجراءات الاحترازية وجودهم في المنازل وعدم الوجود في التجمعات كما في السابق. كيف نتعاطى مع هذا الموضوع؟ طبعا احنا الايام دي في اوقات يعني تكاد تكون صعبه الى حد ما، خاصه بالنسبه للاطفال، علشان ندخل الاطفال جو بيس وجو عادي جدا، لازم اول حاجه الاسره تكون متماسكه من ناحيه الاعصاب، يعني ما يصيبهاش الهلع والخوف من الاحداث اللي احنا شايفينها من احداث الكورونا، فبالتالي تسرب الاحساس ده لاولادها. دي اول حاجه، تتعامل مع الموقف على انه موضوع مرض عادي زي اي مرض، ولكن فقط اللي علينا ان احنا نتبع التعليمات اللي منظمة الصحة العالمية اتكلم عليها، 1 2 3، انا مش هقولها طبعا لانها هي معروفة. ثالث حاجة، هنبدأ بقى نواجه المشكلة اللي احنا كلنا على مستوى العالم بنواجهها، الاطفال وقعدتهم في البيت. لو الاسرة هي مش عندها احساس بالهلع، الطفل مش هيبقى عنده احساس بالهلع او فوبيا او الخوف من المرض، فده مترتب على الاب والام. ولكن أول نقطة هنبدأ هنلاقيهم بيتجهوا طبعا إلى الآيبادات واللابتوبات 24 ساعة، والحقيقة ده إحنا حذرنا منه من زمان حتى في الأوقات العادية، وقلنا يا جماعة لازم أوقات أولادنا تتقسم، وإن يبقى القعدة على التكنولوجي هي جزء من أشياء كتيرة وليست كل الحياة. أخطأت أو يكون بعض الوقت مخصص لها يعني. الطفل بالظبط، اوقات مخصصه الطفل بقى يقعد بشكل مستمر وبقت هي كل حياته، واتكلمنا قبل كده وقلنا ان هي طبعا دي بتؤدي الى امراض زي امراض العزله، الوحده، امراض لغويه ممكن تاثر على النطق، يعني ليها امراض كتيره ممكن فعلا كثير مستمر. من السلبيات يمكن اللي بنتحدث عنها عندما نتحدث عن الالعاب الالكترونيه، الكمبيوترات اللوحيه، واليوم مثل ما تفضلت يعني خطرها ربما اكبر لانه يتم امضاء وقت اكبر عليها. مثل ما معروف يعني الطفل من المهم جدا بالنسبة له اللعب بالخارج لتنمية مهارات إدراكية وغيرها من المهارات، واليوم يعني ذلك ربما ليس متاحا بشكل كبير. ما هي الأنشطة البديلة دكتورة أميرة اليوم التي يمكن القيام بها داخل المنزل للتعويض عن غياب اللعب خارجه؟ علشان نتفادى الأخطاء السلبية الخاصة بالتكنولوجي، لازم بالفعل زي ما حضرتك قلتي وبتكون في بديل. البديل ان احنا هنقسم وقتنا للأطفال، هيبقى في أول حاجة بما إن إحنا في أوقات يعني بتحسنا على النظافة، في اهتمام بالنظافة. تاني حاجة، في اهتمام بالمذاكرة، لأن إحنا مش في عطلة، مش في العطلة الصيفية، إحنا دلوقتي كل طفل عنده مهام وعنده مواد وعنده مذاكرة، فهو مش هيتنصلوا من مسؤوليتهم، لا، يبقى لسه ستيل هم عايشين في المسؤولية وبيأدوا واجباتهم ودروسهم. بيتقسم بالوقت، فيه بعد كده بنقسم الوقت على التكنولوجي بقى، الألعاب، وما تزيدش عن 2 ساعة في اليوم، حتى لو كانت ساعة صباحا ساعة مساء، لو هنحط لهم كمان ساعة عصرا أوكي، بس ما يبقاش 24 ساعة أو 12 ساعة قاعدين على الإنترنت. طيب بعد كده بقى بنستغل قعدتنا في البيت دي زي جماعة، إن إحنا كل الأسرة بتجتمع على مثلا مشاهدة فيلم، مشاهدة حاجة مهمة بالنسبة للطفل أو فيلم عادي، بندعم له إحساسه بالأمان وبنخرجه بره مود الرعب والهلع والفزع. كمان الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدا بالنسبة للأطفال والمراهقين اليومين دول بسبب انتشار الشائعات، يبقى احنا مش هنسيبهم ان هم يقعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى ممكن حد 15-16 سنة يبدأوا يشيروا بوستات أصلا
اصلا خاطئه وهم مش فاهمين ان ده حاجه خاطئه، فاحنا هنحاول نبعدهم ان احنا نديلهم بدائل، وحتى لو هنقعد ساعه كمان يبقى في ساعه حوار بين الاب والام والاولاد ونقرب المسافات. يعني احنا هنستغل ده لمصلحه الطفل ومصلحه الاسره. نعم. مش هنقعد في البيت مرعوبين مفزوعين وكل واحد ماسك اللابتوب وعمال يشير البوستات الغلط. لا ده غلط. دكتورة، الى الان الوضع الحالي ما نعرف قد ايش حيستمر، كم المدة اللي راح نستمر فيها. ما تعتقد الوجود في المنزل والمكوث فيه للاطفال ممكن يكون ليه تاثير سلبي عليهم، يعني على الصحة النفسية للاطفال وللاهل كمان؟ دكتورة أميرة لو سمحت، حضرتك قلتي ايه اللي يبقى ليه تاثيرات سلبية؟ نعم، نحن الى الان ما نعرف الوضع الحالي اللي بنمر فيه حيستمر الى اي مدى، هل سنة، شهر، شهرين، نحن لا نعلم إلى الآن، ولكن وجودهم في المنزل بشكل مستمر وعدم خروجهم للأنشطة الرياضية المعتادة ما حيكون لي تأثير بالناحية السلبية إما على الصحة النفسية أو حتى على مع الأسرة أيضا؟ لو تصرفنا صح مش هيكون ليه تأثيرات سلبية تماماً. حضرتك بتقول دلوقتي لعب الرياضة، أنا كمان نسيت أقول إن إحنا المفروض نلعب رياضة داخل المنزل. يعني ليه ما نشتريش دلوقتي أي أجهزة رياضية نلعب فيها ويبقى الأب والأم مع الأولاد؟ إحنا هنعمل كل حاجة كانت بره المنزل ولكن جوه المنزل. الرياضة لو كنا بيلعبوها بره هنلعبها جوه، وكمان هيبقى فيها تدعيم أسري، يعني الأب والأم والأطفال مع بعض يعني هنقوي العلاقات. المذاكرة بدل ما كانوا بيذاكروها في البيت هنذاكرها جوه والأب والأم قاعدين مع بعض. التكنولوجي بدل ما كنا سايبينهم 24 ساعة و 12 ساعة، لا، في حالة هلع حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي أو شائعات أو أخبار إحنا مش عارفين مصدرها، هنبعدهم شوية بإن إحنا نقرب لهم ونقعد قدام التلفزيون نتفرج على بدائل أفلام، نحاول نخرج بره الإطار ده. لو تصرفنا صح مش هيبقى فيه اي، بالعكس انا شايفه ان دي ممكن تؤدي الى حاله ايجابيه من الصحه النفسيه. وبعدين حتى لو الموضوع طول بيحصل بعد كده للاطفال تكيف. دكتور يعني أميرة ممكن صعب في الاول. لضيق الوقت نشكرك شكر جزيل على وجودك معنا، وبكل تاكيد راح نلتقي بك ان شاء الله في المستقبل لمناقشه العديد من المواضيع الاسريه والتربويه. شكرا جزيلا لك يا